يوم 30 يونيو يوليو جويي شهر 7 من العام الميلادي 2016. أييس ولاية جيجل الجزائر. هذه أبقار هنا تفاح نهاب بدأ موسم الحرائق. شجرة الزيتون وسط الأحراش. إذن هذه هي عصا عم عمار. ها هي السيارات آتية لجلب الماء. ومن هناك ولاية ميلا، من حدود بين بلدية معروف وولاية ميلا. العصاية أتوكأ بها، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى من زيت الزيتون. هذا العام فيه عام مثمر إن شاء الله. الزيتون هو بمثابة بترول الشعب الجزائري، نحن لا نملك بترول، بترول لأصحابه. هذا المغني قد كفى عن الغناء، قد كفى. هذه شجرة الخروب.
إذن هذه شجرة الخروب، وبجانبها شجرة الفلين، تشبه بعضها البعض، لكن أوراق شجرة الخروب، انظر إلى ثمار الخروب، ها هي ثمار الخروب.